الملك الأكثر إثارة للجدل في التاريخ، واللي كان كيتعتبر رمز التجبر والطغيان في تاريخ الإنسان. القصة ديال الموت ديالو كتحمل الكثير من الغرابة. كيقولوا أن هذا الشخص هو اللي بنى برج بابل اللي كان بين الأحداث الفاصلة في الكون. واش القبر اللي لقاوه هو القبر ديالو؟ إليكم قصة النمرود ملك الغموض. الاسم ديال هذا الملك كان مرتبط بالتجبر والطغيان من زمان، يعني من الأزمنة الغابرة إلى وقتنا الحالي. والكل كيتساءل على القصة ديال الموت ديالو اللي كانت غريبة، والنهاية المدلة اللي وقعت له، وكذلك القبر ديالو. وكما العادة قبل ما نبدأ الحلقة ديال اليوم، اللي كيعجبو هذا المحتوى يشترك في القناة ويفعل الجرس باش اي جديد يوصله هو الاول. وما تنساوش لايك وشي تعليق حول الحلقة. النمرود هو واحد من الملوك الاربعة اللي تذكروا في الكثير من النصوص الدينية، وكذلك العديد من المراجع. قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث شريف: ملك الارض اربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران النمرود وبخت نصر. إذن فمن هو النمرود؟ ولد النمرود في مدينة بابل المنحدرة من حضارة أورك. واختلف المؤرخين في نسب النمرود، كاين اللي كيقول أن النسب ديالو هو النمرود بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام، وكاين وحدين أخرين كيقولوا أن نسبه هو حام بن نوح عليه السلام. وكذلك ذكرت الكتب القديمة أن النمرود عنده 5 إخوة، والأسماء ديالهم على الشكل التالي: سبأ، سبتة، هافيلا، رماح، وسبتيكا. وحسب ما ورد في كتاب الكاتب منصور عبد الحكيم، الملك النمرود أول جبابرة الأرض، كيقول أن النمرود عنده 2 أولاد من صلبه، وهما كوشا والنمرود الصغير. وحسب بعض الروايات حكم النمرود 400 سنة، وفي روايات أخرى كتقول أنه حكم 400 سنة وقضى 400 سنة أخرى كيتعذب بداك الشي اللي غيكون سبب في الموت دياله، وهذا الشي اللي غنهضروا عليه في نهاية الحلقة.